وعودة مشاهدينا الكرام إلى فعاليات القمة الإفريقية الروسية، حيث ينضم إلينا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفدنا إلى هناك أحمد عبد الصمد. أحمد، الجديد لديك عن فعاليات القمة الروسية الإفريقية وأيضا الجلسات النقاشية بين التكتلات الاقتصادية والرئيس بوتين؟ نعم، يعني تحياتي لكما دينا وشروق. يعني نستطيع أن نتحدث عن انتهاء اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي، ذلك اليوم الذي كان مدخم بالفعاليات ومدخم بالكلمات والملفات الرئيسية التي تنعكس بشكل مباشر على الشعب أو الشعوب الإفريقية، شعوب دول القارة السمراء تحديدا. ربما أهم الملفات التي تصدرت الكلمات، سواء كانت الكلمات الافتتاحية أو كلمات القادة والزعماء، كان ملف الأمن الغذائي، ذلك الملف الذي طرح في الجلسة الافتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلك الجلسة التي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذه الجلسة التي تحدث فيها الرئيس بوتين عن تعهدات جديدة تجاه توريد القمح للدول الإفريقية خلال الثلاثة أشهر المقبلة تحديدا، وهو المطلب الخاص بكل الدول الإفريقية هنا، ولا نستثني أحد من هذه الدول، لأننا نعلم جيدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضتها الدول الغربية على روسيا من عقوبات غير شرعية بحسب يعني تسمية الرئيس بوتين لها، يعني ألقت بظلالها على الكثير من الدول، كون روسيا وأوكرانيا، وإن كانت روسيا تأتي في المقدمة الأولى، في مقدمة أكثر الدول تصديرا للحبوب والقمح بالتحديد. تحدث الرئيس بوتين عن العلاقة والشراكات المتميزة ما بين روسيا ومصر، وهنا تحدث عن نموذج رائد من الشراكة، وهو دخول اتفاقية الشراكة الروسية في يعني حيزها الأخير التي بدأت في 2021 بتنفيذ روسيا للمنطقة الصناعية بقناة السويس، المنطقة اللوجستية بقناة السويس. و أثناء كلمة بوتين قال أن هذه المنطقة سوف يكون فيها نوع كبير من التبادل التجاري تجاه الدول الإفريقية، كون مصر هي بوابة العبور للدول الإفريقية بدءا من يعني هذا العام الحالي الذي نحن في يعني آخر ستة أشهر فيه تحديدا. أيضا كان هناك إشارة بالتعاون المصري الروسي في ملف الطاقة، وما تريد روسيا أن يعني تمثل أو تنفذ ذلك المشروع في العديد من الدول الأخرى، في ملف الطاقة، ملف الكهرباء، ملف الغاز المسال أيضا، وغيرها من الإمدادات الروسية للقارة الإفريقية ب الطاقة تحديدا. ونتحدث هنا عن شراكة ما بين روسيا ومصر في محطة الضبعة النووية، الذي قال بوتين أنها تسير وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مسبقا. أما عن اللقاءات الثنائية، فكان بعد رفع هذه الجلسة الأولى كان هناك العديد من اللقاءات الثنائية، سواء كانت للشركاء الرؤساء وأيضا شركاء النجاح في هذا المؤتمر، القادة والزعماء الإفريقيين والرئيس بوتين. نتحدث عن النشاط الأكثر فاعلية في هذه اللقاءات، وهو لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركته في اجتماع، هذا الاجتماع مع قادة الدول الإفريقية. نتحدث عن ست دول إفريقية بالتحديد، وهي الدول الإفريقية في مبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وجدير بالذكر أن مصر واحدة من هذه الدول التي تبنت ملف الوساطة الروسية الأوكرانية تحديدا. هذا الاجتماع كان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم خلال هذا الاجتماع مبادلة الأفكار والرؤى والأطروحات، وطرح كل رئيس، نتحدث هنا عن الرئيس عثمان غزالي
رئيس جزر القمر، وأيضا سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس الكونغولي، الرئيس السنغالي والرئيس الأوغندي، فضلا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحدث كل رئيس عن رؤيته في كيفية الخروج من هذه الأزمة الحالية وكيفية تسوية هذه الأزمة الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا كي يعم الأمن والسلم الدوليين على المنطقة وبالتحديد على القارة الإفريقية، لأننا نعلم جيدا بأن هذه الأزمة، الأزمة الروسية الأوكرانية، ألقت بظلالها وإن كان على دول العالم أجمع، ولكن نخص هنا بشكل خاص الدول الإفريقية التي تضررت كثيرا بسبب نقص الحبوب. وتأتي هذه القمة بالتزامن مع انسحاب روسيا من اتفاقية توريد الحبوب، وإن كان بوتين كما ذكرت قد تعهد بأن يفي بمتطلبات القارة الإفريقية خلال الثلاثة أشهر القادمة تحديدا، وهذه المتطلبات سوف تصل بنسبة توريد من 25% إلى 50% لكل الدول. نتحدث هنا عن مالي، نتحدث عن بوركينا فاسو، نتحدث عن جزر القمر، نتحدث عن أفريقيا الوسطى تحديدا. كل هذه الدول تعهد بوتين بتوريد سريع لها للقمح مجانا أو نقل مجاني، كونها الدول الأكثر احتياجا لهذه الحبوب في وقتنا الحالي. وهذه الدول لم يصل لها سوى 3% فقط من الحبوب التي خرجت من الموانئ الأوكرانية تحديدا. أيضا نتحدث عن جلسة أخرى، هذه الجلسة كانت في غاية الأهمية، وهو اجتماع الرئيس بوتين مع مجموعة من رؤساء المنظمات والتكتلات الإفريقية. هذا الاجتماع كان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للوكالة الإفريقية للتنمية. نتحدث عن وكالة نباد، هذه الوكالة التي تضم 3 تكتلات اقتصادية كبرى مثل الكوميسا وأكثر من 33 دولة مشاركة في هذه التكتلات الثلاثة تحديدا. هذه القمة التي تحدث فيها بوتين عن شراكة حقيقية يعني قديمة ومستمرة مع الاتحاد الإفريقي ودول إفريقيا كافة تحديدا. وتحدث رئيس المفوضية في هذه المفوضية الإفريقية موسى فقي، تحدث أنه يعمل جانبا إلى جنب مع روسيا الاتحادية، وأن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على الوفاء بالتزامات القارة الإفريقية. وهنا كان هناك أيضا حديث، وهو ما كرره بوتين بالتزامه بنقل التكنولوجيا الزراعية للقارة الإفريقية تحديدا، هذه القارة التي تمتلك الموارد البشرية، تمتلك الأراضي الجيدة للزراعة، وتمتلك أيضا المناخ الجيد، ولا ينقصها سوى التكنولوجيا. هذا هو ما دار خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى الروسي الإفريقي تحديدا. نعم أحمد، سنتابع معك لحظة بلحظة على مدار الساعة، وأيضا غدا فعاليات القمة الإفريقية الروسية. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية.